نورا، وصلنا حاليا لفقرة من المبدعين للحرفيين من وصلت. المبدعين للحرفيين. اخذ عقلنا الحرفيين على كثرة المشاركات اللي كانت السنة بمعرض دمشق الدولي بدورته ال 61. يمكن الاقبال كان شديد على الجناح الحرفي، على الصناعات الحرفية اللي بتتميز فيها سوريا، الصناعات المميزة الحرفية بأيدي سورية بامتياز. بصرنا نرحب اليوم بضيفنا شيخ الكار محمد كجك لنحكي أكثر عن جناح الحرفيين وعن مشاركة الحرفيين للسنة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، أهلا شرفتوا وسهلا. على يسعد صباحكم. صباح. أهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية السورية. اليوم اللي بيزور معرض دمشق الدولي بيزور جناح الجمهورية العربية السورية بيشوف مشاركة واسعة للحرفيين السوريين من مختلف المحافظات. خلينا نحكي عن مشاركتكم وأهميتها بمعرض دمشق الدولي، لتعريف عن التراث السوري وتعريف الناس عليه. أنا شاركت بالدورة 59 وشاركت بالدورة 60 والدورة هلا 61. هلا هاي السنة تختلف كتير، صار في إقبال كتير، يعني في أجيال هذا الشيء كله ما بتعرفه، نحن عم نشرح لهم عليه. هاي المصلحة كانت بهالأزمة هاي بدها تنقرض، يعني صار عالم راحت وعالم هاجرت صحيح. نحن أثبتنا وجودنا هون وعم نرجع العالم، وهذا كله إبداعنا. يعني أي مين بده يحاربنا، الإبداع تبعنا نحن بيحكي عن كل شيء. يمكن الحرفيين السوريين اليوم جنود يقاتلون إلى جانب الجيش العربي السوري للحفاظ على هي الحرفة وعلى التراث السوري. هاي الحرفة بتبلش إجباري، لازم يكون الخشب أول شيء جوز طبعا. تفضل احكي لنا. بعدين بتبلش الرسم اللي هو اللي قدام منكم اللي مبين المنظر، بعدين بلش تطعيم، بعدين آخر الشيء البرداغ. هاي المصلحة عمرها آلاف السنين أكيد، يعني هي هاي هويتنا. عن أبوك ولا عن؟ لا، عن جدي. أنا أخذها عن جدك. يعني هي بالوراثة. بالوراثة طبعا. هلا مو شرط إنه واحد إنه كرمونا أنا أخذ شهادة شيخ كار، مو موضوع إنه شهادة الشيخ كار صغير أو كبير. شهادة الشيخ الكار هي المبدع اللي عم يطلع قطع متميزة. هلا مثل هاي القطعة ما في منها، يعني هيك قطع. وأنا هلا هاي الدورة 61 أنا بتباهى، يعني أنتوا يمكن إذا زرتوني بالجناح عندي أنا حاطه الباسل وبالصادرات وبالجناح الحرفيين. نعم. نعم. مساوي جناح، فات لعندي سيادة الوزير قال لي أنا عايش كأني بألف ليلة وليلة. ايه حلو. اكيد يمكن كنا عم نحكي ايضا عن استضاف نور يلي بدنا نسال عنه شيخ الكار. هذا الصدف حلو، هي صدفت كمان، هيدا الصدف اللي مطعم فيه الخشب. نعم. هلا بالاول مصلحه من قديم، يعني من شغل تقريبا 100 سنه 100 وشوي، كان بس الصدف الابيض. اليوم كل ما تطور البحر صار صدف ملون. عم يكون صدف ملون طبعا. صدف ابيض، صدف اخضر، صدف اسود، كله طبيعي. هذا يعني كله طبيعي عم نشتغله. يمكن حكيت حضرتك انه هي القطعه هي قطعه وحيده، لهيك كان في مشاركه باكثر من قسم، يعني بقسم الحرف اليدويه وان كان بمعرض الباسل للابداع والاختراع. خلينا نحكي كيف كان اقبال الناس وتفاعلهم مع هي القطع، لانه نحن عم نحكي عن قطع يمكن وحيده او نادره موجوده اليوم. هلا الاقبال الناس كان كثير منيح، هي السنه كثير اقبال مو طبيعي، يعني الحمد لله. وصار في شغل وصار في تواصي، الناس تدشر كل شيء وتجي تتصور. انا حاطت منهم اثنين هدول هيك مساوي 270 قياسهم، كبار كثير، اربع قطع، يعني اثنين حاطهم بالباسل واثنين بداك الجناح. يعني تجي العالم تتصور قدام منه، تقول لي بدي اتصور انا قدام هذا المصب. شغله حلو جدا. يمكن ايضا يعني للنساء حصه اكيد لازم للنساء. نساء حصه يعني وجزدين اكثر شيء بتحبوا نساء، وعلي فراشات ورود بالصدف الابيض والملون. نعم. ايضا هدول الجزدين قديش هيك عم يلاقوا رضا واعجاب؟ ثقيل شوي بس حلو. والله شيء حلو بس. ايه حلو. في اعجاب كثير، في عندي عده موديلات انا مساي منه. كثير في هلا عندك هي الوردات، هي الفراشات، في عندك الكتابه عليها اللي بدها تكتب اسمها عليها بالاجنبي بالعربي. انا كل مين بيختار شيء انا كاتب عليها هي دمشق الياسمين. وفي الصبيه يمكن تتحدد ديزاين معين، شو بدها بنساوي، ما في شيء ما بيصير عندنا. كان نورا ايضا بنشوف عم نشوف بعض المنتوجات كلها يمكن بصناعه يدويه، فينا نقول كلها يدويه، ما في شيء صناعه، كله يدوي، كله عنا يدوي.
ايضا الصدف الابيض يمكن هي شغلات اذواق الاصداف، ممكن حدا يرغب كصندوق دائما. هلا رجعوا الصبايا نور مظبوط. ياخذوا صناديق العرس يلي كانوا يقطنوها الستات القديم، قديما مظبوط هلا بالضبط رجعوا ياخذوها للجهاز يضبوا كثير. فيها. هلا انا عم والله ياخذوا ظريفه لضب الصيفي والشتوي، كثير فيها وسع. ايضا مصدفه بالصدف الابيض. نحكي ايضا عن هي الصناديق، قديش بتاكل وقت شغلها، وهل عارضين صناديق السنه؟ هلا انا عارض هون صندوقين هون هاي السنه. بالصندوق عندي شغل الصدفه على 2 ملي تقريبا، يعني ما يقارب، شلون بدي اقول لك، ناعمه ناعمه. يعني هذا الشغل بده تقريبا الصندوق شي 6 شهور بس شغل فيه. وفي مثل هاي عندك قطعة قديش بدها شغل تقريبا؟ هلا مثل هاي القطعه بدها شي 6 شهور هاي شغل. بده يكون طبعا هو الخشب ناشف، اهم شيء اول شيء الخشب، خشب الجوز هيدا مصلحتنا طبعا، خشب الجوز ما بيقبلها غير خشب الجوز، غير هيك ما بيقبلها. تماما. يمكن تطعيم الخشب بالصدف من اعرق واقدم الحرف اليدويه السوريه، قديش اليوم عم تحظى باهتمام واقبال خصوصا ضمن هي المشاركه؟ والله الحمد لله عم نحكي انه هي السنه صار في اقبال وصار في عنا شغل وصار في بيع، ما راح اقول لك ايه من فضل الله. بس في ملاحظه على الاسعار، انه الاسعار شوي غاليه والله، لا تناسب يعني دخل المواطن. شوفت اليوم على الوضع اللي احنا فيه كل شيء غاليان، ما في شيء رخيص اكيد، بس عم تعملوا حسومات يمكن لكن عم تاخذوا بعين اجباري الاعتبار. طبعا لكن اجباري. وفي عنا احنا بننزل الفضه، اللي بيختار الفضه احنا بننزل خيطان فضه. هلا في عندك انت هون بالفراشه من فوق مبين معك تماما، ايه هاي خيطان الفضه منزله. عرفتي شلون؟ ايه معها. هاي خيطان فضه، مين بيرغب القطعه بده اياها اتقل لذوقه الخاص، منزل كمان خيطان فضه اصليه. مو طبعا صحيح، يمكن الاسعار مثل ما قالت نور يمكن للسوريين غير لا طبعا السياح عم بتكون، ولكن يمكن الشغل والجهد عم بيكون كتير كبير، وخاصه طبعاً فيها جهد والله كثير، فيها جهد كثير والله طبعا. تمام. عم تورد حدا المصلحه؟ اي والله ابني ما اعطوه اصغر شيخ كار من فتره، الله يخلي لك الاستاذ عصام الزيب، اعطاه اصغر شيخ كار وطلع على الهواء، وانت عملتي معه المقابله بالحاضنه. أكيد بنتشرف في يعني نور، مثل ما عم نشوف هي اللوحة خلينا نقول اللي فيها صدف، فيها قديش بنفتخر نحن أنه عنا هيك شيء، عنا حرف يدوية، وقديش عم تاخد مثل ما قلتي بنفتخر بهذا الشيء. عم يحكي انه بتاخذ مجهود أكيد كتير كبير ان كان بدني وجسدي من قبل الحرفي السوري. خلينا نحكي عن واقع الحرف اليدويه السوريه اليوم، كيف بتشوفه والمشاركه يمكن الواسعه بهذا المعرض؟ والله هلا ما عم بقول لك انه هي السنه صار في كثير يعني مشاركات حلوه، في عنا النحاس، في عنا الزجاج، نعم، في عنا الرسم. عم تشوف الواقع تحسن؟ كله واقع ايه متحسن. هلا هي السنه احسن من هذيك السنه بكثير كثير. وعندنا هلا احنا كمان بحاضنه الدمار المركزيه، نعم، كمان احنا عاملين تدريبات لذوي ابناء الشهداء. اكيد هي عم تدم سالي يمكن دورات تدريبيه طبعاً للحفاظ دورات على هي الحرف، على هالحرف لانه سابقا كانت تورث، اليوم عم نشوف لا ما في. من خلال هي الدورات عم تحاولوا تحافظوا على هيدا التراث السوري طبعا. وهلا ما في ان عندك انت مثلا طفل عمره 5 سنين وواحد عمره 20، مين كان عم نعلم؟ اي شخص أكيد. عم نعلم هنيك اكيد. نحن بنفتخر فيكم كحرفيين سوريين، بنفتخر بصناعاتنا السوريه بابداعاتنا ايضا يلي عم بتتم. ان شاء الله موفقين بمعرض دمشق الدولي، وان شاء الله بنشوف مشاركات على نطاق اوسع وبترخص هالاسعار هيك بعد الانتصارات ان شاء الله وانتم بخير اللي عم تتحقق على الارض. اكيد بدنا نتشكرك سيد محمد احد شيوخ الكار على وجودك معنا، واكيد بنتمنى لكم التوفيق بالمشاركه. نوجه تحيتنا لكل حرفي سوري بقيان بالبلد عم يحاول يحافظ على هيدا التراث السوري، لأنه هو هوية وحضارة سورية يجب الحفاظ عليها، فأنتوا جنود مجهولين إلى جانب رجال الجيش العربي السوري. نتشكرك على وجودك معنا. وأنا بشكركم على استضافتكم إلي، وشكرا لكم.